مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، ونبدأ معاكم النهاردة برنامج التاسعة، وبنتكلم عن خبر عن مواعيد الإغلاق الشتوية، وده هيبتدي من يوم 30 سبتمبر اللي احنا فيه دلوقتي. هتطبق في المحال التجارية مواعيد جديدة للإغلاق، بيتم تطبيق هذه المواعيد بداية من 30 سبتمبر. هيستثنى طبعا من هذه المواعيد الشتوية المخابز والسوبر ماركت والصيدليات، هيتم تطبيقها على المطاعم والمقاهي، وده تطبيقا للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية وأيضا المولات التجارية. المواعيد هتكون كالتالي: مواعيد شتوية لغلق المحال والمولات والمطاعم، هتفتح المحلات والمولات التجارية من الساعة 7 الصبح وتغلق الساعة 10 بالليل. التوقيتات دي هتتغير يوم الخميس والجمعة علشان العطلة الأسبوعية، وكمان أيام الإجازات الرسمية هيوصل ميعاد الغلق للساعة 11 بالليل. فتح المطاعم والكافيهات كمان الموجودة بالمولات التجارية يبتدي من الساعة 5 صباحا، وتفضل مستمرة في العمل لحد 12 منتصف الليل. استمرار خدمة التيك اواي وكمان خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ال 24 ساعة. هيتم كمان فتح جميع المحال اللي موجودة على الطرق، يعني أعمال الورش والعمل الحرفية الموجودة داخل كمان الكتل السكنية يوميا من الساعة 8 الصبح وتغلق الساعة 6 بالليل. هيستثنى الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، دي شغالة 24 ساعة، والورش المرتبطة كمان بالخدمات العاجلة للمواطنين. يستثنى كمان من هذه المواعيد محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز والأفران. مراعاة مواعيد كمان الأنشطة الليلية لبعض المحلات زي المحلات الفكهاني بقى والخضري ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. يمكن يحصل تعديل في مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية، ده على حسب قرار من وزير التنمية المحلية وبناء على اقتراح المحافظ داخل هذه المحافظات. نروح مع حضراتكم لخبر تاني. ووزارة الزراعة قالت إنه مصر صدرت 350 منتج زراعي جديد ل 150 دولة العام ده، بعد طبعا ما اشتغلنا في زيادة الرقعة المنزرعة، استخدمنا أساليب جديدة للري، زراعات بطرق حديثة ومختلفة، كل ده زود حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية، فبالتالي ابتدينا نشتغل على مسألة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للمواطنين، وقد إيه دي مسألة أمن قومي تؤثر على الاقتصاد المصري وتؤثر على القرار المصري واستقلالية القرار المصري. معنا دلوقتي على الهاتف دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. احنا بنتكلم على 350 منتج زراعي دخلوا 150 سوق وصادرات يعني يتغير شكلها، لو حضرتك تقول لنا ابرز المنتجات المصدرة، ولو في منتجات ما كناش بنصدرها قبل كده بقينا بنصدرها، وكمان ابرز الاسواق اللي دخلناها ما كناش موجودين فيها قبل كده. يعني اول حاجه اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. والحقيقه احنا شايفين اهتمام كبير من الدوله بتطوير قطاع الزراعه، شفنا توسعات بتحدث، شفنا مشروعات قوميه بتنفذها الدوله لزياده المساحه المنزرعه، مشروعات متعدده بتغطي كل انحاء الجمهوريه، ايضا تطوير للاراضي القديمه اللي احنا كنا بنزرع فيها، وتطوير لانتاجيه الفلاح وانتاجيه الفدان وانتاجيه وحده الميه، وبالتالي ده كله بينعكس في زياده حجم المتاح من المنتجات الزراعيه بمختلف انواعها. ولما بنقول زراعي يعني بنقصد انتاج نباتي وانتاج حيواني وانتاج داجيني وحتى الانتاج السمكي كمان، وبالتالي بقى في فرص تصديريه موجوده لان احنا بنصدر ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري، وبالتالي اصبح هناك فرص تصديريه. فدايما كنا بننسق مع مختلف دول العالم وعندنا تنسيق مستمر، وزي ما حضرتك بتسالي الاسواق الجديده احنا بنتكلم في اسواق عديده تم فتحها مؤخرا، هنلاقي السوق الياباني، السوق الباكستاني كان من اواخر الاسواق اللي تم فتحها، عندنا السوق الصيني، الاتحاد الاوروبي، الدول الامريكتين، فالحقيقه تنوع كبير جدا، تقريبا كل قارات العالم بتستورد الصادرات الزراعيه المصريه، وعندنا تفوق الحقيقه في عدد كبير من المنتجات الزراعيه زي البرتقال مثلا بيشهد طفره كبيره. الموالح اعتقد متصدره لقائمه الصادرات، ومن بعدها يمكن البطاطا او البطاطس. طبعا، والبطاطس كمان عامله السنه دي طفره كبيره الحقيقه في حجم الصادرات،
يمكن حدث تضاعف في حجم الصادرات من البطاطس بكم كبير. الفراوله المجمده ايضا في جزء كبير منها صادرات، وصادراتنا كبيره فيها بشكل كبير، وايضا البصل والثوم من المنتجات اللي بيتم تصديرها بشكل كبير. فاحنا عندنا تنوع الحقيقه، ودايما حريصين، والحجر الزراعي المصري بيقوم بجهد كبير للتنسيق مع مختلف دول العالم بالتعاون بقى مع الغرف التجاريه واتحاد المصدرين المحاصيل البستانيه والعديد من الجهات المعنيه، علشان يكون في تعاون اكبر ويكون في تنوع اكبر، ويكون في السوق اللي بيستورد مننا منتج معين ياخد باقي المنتجات، ويبقى في شراكات دوليه متعدده مع العديد من دول العالم. في الحقيقه كان في اهتمام واضح جدا بتعظيم القطاع الزراعي وتعظيم اثار القطاع الزراعي على الاقتصاد الكلي للدوله المصريه، والحمد لله نتيجة هذه الجهود بدأنا نشوفها وبدأنا نلمسها. وبنؤكد دايما زي ما السيد الرئيس بيقول، احنا عايزين الفلاح يعيش حياة كريمة والمواطن يشعر بالأمن الغذائي. طيب دكتور محمد، يمكن اللي يهم المواطن أكتر من الصادرات، ولو أن طبعا الصادرات ليها البعد الاقتصادي الأهم، لكن وفرة المنتجات الزراعية داخل الأسواق المصرية والأسعار أنها تكون مناسبة، ومسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي. هو طبعا احنا لما بنقول في صادرات، ده معناه ان احنا قادرين نحقق الاكفاء الذاتي من هذه المنتجات، لان احنا بنصدر ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري. احنا عندنا تقريبا الحمد لله معظم محاصيل الخضر والفاكهه عندنا فيها اكفاء ذاتي، قدرنا نوصل لنسب عاليه جدا من الاكفاء الذاتي في الارز، في مصادر البروتين من اصل حيواني بمختلف اشكالها، سواء الانتاج الداجيني او بيض المائده او الاسماك او حتى الالبان، ايضا اللحوم عملنا فيها طفره كبيره جدا في حجم الانتاج، وصلنا يمكن نسب الاكفاء الذاتي تجاوزنا 60% منها. فالحقيقه عندنا في حجم الاكتفاء الذاتي حدث تطور كبير جدا في والقمح. يا دكتور وضعه ايه واحنا بنتكلم عن ازمه غذاء عالميه؟ طبعا يعني الحقيقه القمح احنا الموسم الماضي كان موسم استثنائي في حجم المساحات المزارعه والاراضي المزارعه للقمح. احنا تجاوزنا 3,659,000 فدان العام الماضي. العام ده الدوله حددت قبل موسم الزراعه بشهرين، حددت سعر استرشاد لتوريد القمح وهو 1000 جنيه، وده رقم الحقيقه وده بيفرق مميز كتير مع الفلاح. طبعا ده زياده دخل كبيره للفلاح، وكمان بنوفر تقاوي معتمده. احنا ضاعفنا حجم الانتاج من التقاوي بشكل كبير جدا، ووفرناها في كل المحافظات، وعملنا لها الخريطه الصنفيه علشان نضمن اعلى جوده انتاجيه واعلى كم في الانتاج للفلاح المصري، وبالتالي يعظم من انتاجه ويعظم من عوايده. فده بقى موجود، وعندنا كمان سياده الرئيس وجه بتوجيه واضح جدا ان احنا نعيد تقييم الاسعار الاسترشاديه عند موسم الحصاد علشان نضمن للفلاح اعلى مستوى من الدخول، وده بيؤكد ان اهتمام الدوله واضح جدا بالمحاصيل الاستراتيجيه، واضح جدا بمحصول القمح، ايضا باقي المحاصيل الاستراتيجيه زي فول الصويا، زي الذره، زي عباد الشمس، زي البنجر، القصب، كل هذه المحاصيل الهامه الدوله بتطبق عليها منظومه زراعه تعقديه، بل في بعض الاحيان الدوله نفسها بتخش كمشتري من الفلاح علشان تضمن تفعيل منظومه الزراعه التعقديه بشكل كامل، وبالتالي ده كله في النهايه بنصب فيه مزيد من الانتاج، مزيد من الاطمئنان للفلاح لزياده المساحات المنتجه عنده، وكمان مزيد من الامن الغذائي للمواطن المصري، ومزيد من الاتاحه امام المواطن المصري، وبالتالي يحدث مزيد من استقرار الاسعار في الاسواق المصريه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي. مشاهدينا دلوقتي هسيب حضراتكم وفاصل ونرجع نبتدي برنامج التساعه، خليكم دايما معانا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا تابعنا الاقتحامات اللي حصلت في البنوك اللبنانية، ويمكن كان يعني من حوالي كمان ساعتين كان هناك اقتحام، وصل إجمالي هذه الاقتحامات لعشر حوادث تقريبا خلال يومين أو يمكن أكتر، أسمته وسائل الإعلام اللبنانية حرب الودائع. طبعا كلنا نعي الـ يعني القيود اللي كانت مفروضة على المواطنين اللبنانيين من 2019 على مسألة صرف الفلوس ودائعهم داخل البنوك، فكمان جمعية مصارف لبنان أعلنت إغلاق جميع المصارف في بيروت لمدة 3 أيام، وده بعد ما تكرر عمليات الاقتحام للمصارف من قبل مدعين للمطالبة بأموالهم، ويمكن كلنا شفنا الحادثة الشهيرة الخاصة بالفتاة اللي راحت البنك بمسدس وهمي علشان تقدر إنها تحصل على فلوس من الوديعة الدولارية بتاعتها، وشفنا الحالة طبعا الإنسانية اللي هي كانت بتمر بيها، وشفنا صورها، صور أختها داخل المستشفى اللي كانت مصابة بالسرطان ومحتاجة فلوسها علشان تقدر إنها تعالج أختها. يا
يعني المواطنين اللبنانيين من 2019 وهم مفروض عليهم بعض القيود داخل المصارف ومصارف بيروت ما بين سندان الأزمة المالية ومطرقة غضب المودعين. عايزين نقترب أكتر ونعرف كيف يبدو الوضع الآن في لبنان. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ أحمد سنجاب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تضعنا كده في الصورة كيف تبدو الأوضاع في بيروت ورد فعل الناس على مسألة غلق المصارف لمدة 3 أيام. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على جميع المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة النهاردة كان يوم عصيب جدا جدا في لبنان، من الأيام اللي سيظل اللبنانيون وجميع الشعوب العربية فاكراها لفترة طويلة، لأن هناك أحداث متزامنة لاقتحام عدد من المصارف تحت تهديد السلاح واحتجاز رهائن وعمليات تفاوض استمرت لغاية من ساعة تقريبا. يعني في بنك في منطقة اسمها طريق الجديدة في بيروت استمر احتجاز الرهائن اكثر من 10 ساعات حتى تم الافراج عنهم واطلاق سراحهم، وبنك اخر كان قبليه بساعه. يعني الملاحظ النهارده ان حتى عمليه احتجاز الرهائن استمرت لفترات طويله جدا جدا. طبعا الشارع منقسم، يعني هناك من يؤيد بشكل كامل مطالب المودعين بحيث ان هي دي اموالهم اللي موجوده في البنوك وانهم رايحين يستردوها. صحيح. وفي جانب اخر بيرى ان الاسترداد لا يكون بهذه الطريقه، لانك ده كمان بيضر بمصالح المودعين اللي ما حملوش السلاح وتوجهوا للبنوك ايضا. الحقيقه كان في برضه عدد من الاجراءات المتخذه على الصعيد الامني. كان في اجتماع مهم جدا لوزير الداخليه مع مجلس الامن المركزي، كان من منذ دقائق معدوده اصدر النائب العام اللبناني تكليفا لجميع الاجهزه الامنيه بملاحقه كل مرتكبي هذه الوقائع. هناك هل الخيار الامني هو الخيار امام السلطه اللبنانيه؟ واحنا بنتكلم على انه احنا داخلين على يعني كمان فراغ رئاسي مع الفراغ الحكومي، بنتكلم على شهر بيفصلنا عن استحقاق رئاسي جديد. بالضبط، يعني هي ملاحظه مهمه جدا جدا، وخصوصا ان حجز اموال المدعين في البنوك ده امر مستمر من حوالي عن 3 سنين. ولكن ما يحرك الامر في هذا التوقيت هو غياب اي رؤيه لرد هذه الاموال. يعني مع تولي حكومه نجيب ميقاتي في شهر 9 الماضي كانت هناك امال كبيره بان الدوله تقدر تتوصل لخطه للانقاذ والتعافي تتضمن رد اموال المودعين حتى لو على جدولتها على مدى سنوات. صحيح. ويمكن كان هناك اليوم تصريح لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف انه وصلنا لهذا الوضع لأن الدولة لم تعرف حلا لقضايا المودعين منذ 3 سنوات. بالضبط، يعني الأزمة الاقتصادية والسياسية ليس من المستحيل الخروج منها، ولكن هو ما يعرقل الخروج من هذه الأزمة هي الخلافات السياسية العميقة وتقديم بعض المصالح الحزبية أو الطائفية إنجاز التعبير على المصلحة العليا. فإحنا بنشوف النهاردة أن ما حدث من اقتحامات للبنوك هو أمر يهدد الاستقرار المجتمعي في الشارع اللبناني، وخصوصا بقى يعني احنا عندنا النهارده بس حوالي عن 4 حالات موثقه لاقتحام البنوك. كان عندنا حالتين من اول امبارح، كان عندنا حالتين كمان، حاله في شهر اغسطس الماضي وحاله في شهر يناير. رغم هذه الحالات الموثقه الا ان خرجت انباء عن عمليات اكثر من ذلك بكثير، يعني لدرجه ان في بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بتتحدث عن 10 حالات اقتحام في يوم واحد، لكن حتى الان الحالات الموثقه هي 4 حالات. لكن هناك من يريد التضخيم من الامر، وبالفعل اشار وزير الداخليه النهارده في مؤتمره الصحفي الى من يحرك هذه الامور. وحتى النائب العام في بيانه اللي صدر منذ دقائق تحدث ايضا لم على حد تعبيره انه في يعني يمكن مكاشفات، لكن انه الموضوع يبقى سري دلوقتي فلم يصرح بعد. بالضبط، تحقيقات قيد، قال ان الموضوع قيد التحقيق، ولكن هناك بالتاكيد يعني بناء على تصريحات وزير الداخليه وبناء على بيان السيد النائب العام، فهناك تفكير او هناك توجه ان هناك من يحرك هذه الامور عن عمد. ولكن في النهايه النتيجه كانت ايه؟ النتيجه ان وصل سعر الدولار في السوق الموازيه ل 38500 ليره. بزياده كبيره جدا عن متوسط السعر امس. هينعكس ده طبعا على اسعار الوقود اللي بقت مسعره في لبنان بالكامل وفقا لسعر السوق الموازيه وليس وفقا للسعر الرسمي.
الاسعار برضو في كل السلع وفي السوبر ماركت وفي الاسواق برضو مسعره بالسعر السوق الغير الرسمي، فبالتالي ليه انعكاسات كبيره جدا على الشارع. شفنا النهارده برضو مشهد جديد من قطع الطرق، عوده قطع الطرق في بعض المناطق، فبالتاكيد هو امر بيضر بالامن الاجتماعي في لبنان، وهذا مؤشر خطير جدا خصوصا في هذا التوقيت اللي فيه مقبلين فيه على فراغ رئاسي في ظل فراغ حكومي، لان من يسير الاعمال حاليا هي حكومه مستقيله. فاعتقد ان الصوره بالكامل لا تحتاج الى مثل هذا الحراك في هذا التوقيت. امال اين المخرج برايك استاذ احمد؟ في رايي هو المخرج الاول هو الاتفاق السياسي. يعني من الامور المؤسفه جدا في الشارع اللبناني النهارده ان كان في جلسه مهمه لمجلس النواب، وهي جلسه عمل لمناقشه مشروع الموازنه للعام الحالي. يعني احنا في شهر 9 شهر سبتمبر ولا يزال البرلمان يناقش موازنه عام 2022. ولم يتوصل مجلس النواب الى اتفاقات، وحدث شد وجذب في المجلس، انسحب عدد من النواب، سقطت الجلسه، دعوا لجلسه اخرى يوم 26 سبتمبر على امل ان يتوصلوا للاتفاق بشان الموازنه. فالمخرج الاساسي هو الاتفاق بين القوى السياسيه، هو تغليب مصلحه الدوله ومصلحه المواطنين، وبعد ذلك كل الامور هينه وسهله، ومسار التعافي ومسار الخروج من الازمه واضح وسهل ومتفق عليه من الجميع. ولكن تجريد هذا المسار من المصالح الحزبيه والمصالح الشخصيه والمصالح الخاصه. طيب عايز اسال حضرتك عن موظفين الدوله، وهل بيقبضوا مرتباتهم بشكل منتظم؟ الحقيقه هو موظفين الدوله كان من شهر يونيو اللي فات كان دخلوا بداوا في اضراب مفتوح عن العمل بسبب تدني الاجور، وبعد ذلك وصلوا الى حل مؤقت يضمن لهم الاجور لمده شهرين اغسطس وسبتمبر. فكان الهدف الاساسي من الاطراف اقرار الموازنه ان يتم مضاعفه اجورهم ثلاث اضعاف وبس بعد اقرار الموازنه. فتاجيل الموازنه وغياب الرؤيه بيجعل ان مفعول المسكن اللي خلاهم يرجعوا للعمل اللي هو لمده شهرين يوشك على الانتهاء دون تقدم حقيقي في الموازنه. فبالتالي ده برضو امر مقلق، ومش عارفين برضو هيكون التعامل معاه ازاي في حال لو لم يتم اقرار الموازنه، وده سيناريو صعب جدا وصعب التكهن بنتائجه خلال الفتره اللي جايه. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سنجاب مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط في بيروت، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في التاسعه. دلوقتي نروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعده نكمل، ابقوا دايما معنا. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. مجلس النواب بيناقش في دور الانعقاد الثالث مشروع قانون بشان الاحوال الشخصيه، بيتضمن عده مواد عن مساله شروط تعدد الزوجات، من بينها مثلا ضروره حصول الزوج على اذن قضائي واختار الزوجه الاولى في حال رغبته في الزواج مره ثانيه. ومشروع القانون كمان بيلزم الزوج الراغب في الزواج الثاني بانه يخطر المرأة اللي هيتزوجها إنه لديه زوجة أو زوجات أخريات. خلونا نعرف أكثر تفاصيل عن هذا القانون من المستشار القانوني أحمد فوزي. مساء الخير على حضرتك، المحامي بالنقد. عايز أسأل حضرتك عن الوضع في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وإيه المواد المطروحة للتعديل ومدى توافقها مع الدستور؟ مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. شوفي حضرتك، النهارده قانون الاحوال الشخصيه ما زال تحت المراجعه، وما زال لم يصدر به الى الان قانون، يعني ممكن يتغير في اي لحظه. بالنسبه للمشروع الخاص بتعدد الزوجات، انا ارى من وجهه نظري انه هيبقى في عوار تشريعي في النقطه دي. لان الدستور النهارده ملوش سند قانوني، يعني حضرتك تقصد ساعه المستشار؟ تمام يا فندم. ليه؟ لان هو اصلا الشريعه الاسلاميه في هنا ما بتفرضش عليه على الزوج ان هو لازم ياخد اذن. عايزين نفرق ما بين انك تخطر الزوج تاخد اذن. هنا المادة أو المشروع المقدم بيتكلم عن إن الزوج لازم يخطر، في حاجة عندنا اسمها قاضي الأمور الوقتية، يقدم طلب لقاضي الأمور الوقتية
المشروع اللي بيقول كده، يقدم طلب لقاضي الامور الوقتيه، وقاضي الامور الوقتيه تمام يستدعي يعلن الزوجه اللي هي الزوجه الاولى تمام انها تيجي. احنا عندنا الحته دي حضرتك يا استاذه هدير هتقابل مشكله كبيره جدا بقى في اليات التنفيذ. هو القانون سهل ان احنا نطلع قانون، ولكن كيف نضع اليات لتنفيذ هذا القانون ده اللي مش صعب جدا. يعني القانون بيقول ايه؟ انه علينا ان احنا نخطف الزوجه ونعلنها. هو الهدف من التعديل يا فندم انها تعرف انه هيتجوز تاني ولا انها توافق او ترفض؟ يعني الفكره في مساله انه يكون ليها. برافو على حضرتك، اللي حضرتك بتقول ليه ده لو هو كان قاص بانها من حقها تعرف، ده حقها قانونا وشرعا ودستورا وكل شيء من حقها تعرف. لكن طيب لو اللي بيحصل انه احيانا بيتجوز من غير ما هي تعرف، ويمكن احيانا كمان الزوجه الثانيه ما بتبقاش عارفه انها زوجه ثانيه. صحيح صحيح، ده بيحصل كتير جدا. طيب بس خلينا نتفق زي ما حضرتك قلتي، هو ايه الهدف؟ ان احنا نعرفها انك انت ليكي حق الاعتراض ولا انك تعلمي؟ هي ملهاش حق انها توافق او ترفض زي ما المشروع، يعني المشروع بيقول كده، مشروع مقدم بيقول، النص بيقول 15 و16 على ما اتذكر في المشروع، الماده 15 والماده 16 بتتكلم في انك ان لازم القاضي يجيبها وياخد موافقتها. ده 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 هيبقى من وجهه نظري انا. يمكن الغرض من الموضوع هو حفظ الحقوق في حاله الزواج الثاني مثلا؟ على فكره القانون الحالي بيحفظ هذه الحقوق. هل تعلمي الشخصيه الحالي يحفظ حقوق الزوجه؟ يعني هل حضرتك تعلمي ان قانون الاحوال الشخصيه الحالي اذا علمت الزوجه بانها ان زوجها متزوج من اخرى ليها خلال سنه من تاريخ علمها انها ترفع دعوى تطليق للضرر وتاخد كل حقوقها. فانك انت بقى تطلبي هنا بالقانون التعديلي الجديد، طب ايه اللي مطلوب في القانون ده؟ انك تاخدي اذن الزوجه، ده هيبقى انا من وجهه نظري هيبقى في شيء من المخالفه الشرعيه، لان انا مش المفروض لا زوج. شرعيه الاذن يعني حضرتك شايف فرق شرعيه الاذن ده هيكون ملوش سند قانوني. وآليه كمان التنفيذ يا استاذه هدير هتبقى صعبه جدا. يعني هو بيقول ايه في الماده؟ بيقول انه عليه انه يختارها تمام باعلان، ويبعت لها اعلان يقول لها لو ما جاتش او رفضت استلام الاعلان ده موافقه ضمنيه. طب ما هنا على فكره احنا ممكن عندنا، خلينا بقى يعني ما دام بنشرع ما نحطش راسنا في التراب ونقول الحقائق والمشاكل اللي عندنا من بعض المحضرين في التنفيذ زوم الاعلانات. ما هو ممكن يحصل تلاعب في الاعلان. وده وارد، وارد يحصل تلاعب في الاعلان. طيب النهارده لو الاعلان لو المحضر كتب انه انتقل الى الزوجه وما وجدهاش والاعلان مغلق، طب ما الاعلان كده تم قانونا. فانا وجهه نظري ان شخصيا قانون الاحوال الشخصيه قانون غني جدا، يعني الحالي كويس جدا على فكره. هو محتاج، عارف حضرتك ايه؟ محتاج اليه تنفيذ لكل النقاط اللي فيها مشاكل. احنا عندنا مشكله دلوقتي، قانون الاحوال الشخصيه دلوقتي عامل زي ماتش ما بين زوج وزوجه. لا، انا عايز المشرع وهو بيشرع لقانون الاحوال الشخصيه يبص للمصلحه الفضلى للصغير وليس للزوج والزوجه. ايه الاسره؟ للاسره المصريه اللي اهم حد فيها صغير، ويبدا يشرع. احنا النهارده لو دخلنا في قصه الاذن هنعمل، انا تصوري هنعمل مشكله ملهاش اصلا لازمه، والقانون القديم بيناقش الموضوع ده، وان من حق الزوجه ترفع دعوى تطليق وتاخد كل حقوقها. على فكره من حقوق الزوجه عند الطلاق ثلاث حقوق: عده ومتعه ومؤخر، والقانون بيديهولها دلوقتي لو رفعت دعوى بالزوج باخرى بيفترض. هناك برضو الكثير اللي بيتحايل على القانون، ويمكن التنفيذ ما بيبقاش بالسرعه المطلوبه لتحفظ الحقوق. ويعني هناك جدل كثير مثار على قانون الاحوال الشخصيه والتعديلات المطروحه على قانون الاحوال الشخصيه. على اي حال انا بشكرك شكرا جزيلا سعاده المستشار احمد فوزي المحامي بالنقد على وجودك معنا. خلينا كمان ناخد راي الدكتور اسامه ابيل احد علماء الازهر الشريف. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وعايز اعرف كيف يعني يرى الاسلام عقد الزواج، ولو احنا بنتكلم عن الحقوق سواء بالنسبه للزوج او الزوجه. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك يا دكتور. خلينا في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الجواز عندنا في الإسلام المودة والرحمة.
وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الشهيرة اللي بنسمعها في كل كتب كتاب آية سورة الروم: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة عند الشباب والرحمة عند الكبر. طيب خلينا نطرح سؤال ونقول إذا استحالت يعني الإكمال في الزواج أو استقرار الأسرة، الزوج حب إن هو يتجوز أو في مشاكل في الأسرة دي وحب إن هو يتجوز تاني، خلينا نكون صراحة مع بعض ونقول بكل وضوح وصراحة الزواج قائم على الصدق وقائم على الوضوح وقائم على الصراحة. ما ينفعش يكون في أي كذبة أو أي مواراة، وإن الزوج يخبي على زوجته إن هو هيتجوز تاني علشان خاطر البيت مش هيستقيم أو يحصل مشاكل. عاجلا أو آجلا هتعرف الزوجة بطريقة أو أخرى، أو الإنسان أو الزوجة عندها يعني، لأنه الموضوع كمان يا دكتور مش هيتوقف عند إنه أنا مخبي عليها إن أنا متجوز، الموضوع هيبقى فيه خداع وكذب وحياة قائمة على يعني طبعاً شيء طبعاً. مش وخلينا نكون صراحة، الزوج عايز يتجوز زوجة تانية قدامه حل من الاثنين، مش هنقول بقى يستأذن لأن ده طبعا مخالف للشرع، هنقول إن هو بيختر الزوجة وهي لها امرين: اما ان تكمل او تتكلم مع جوزها لو في قصور بينهم في الجواز، في معاملتهم مع بعض، في كل تفاصيل حياتهم يظبطوه ويبعد نفسه عن القصه دي وما يتجوز. طب خلاص خد القرار ان هو عايز يتجوز زوجه تانية يختارها، وهي لها الحق لها ان هي تختار من امرين: اما ان تكمل على هذا الامر وهو ما عملش حاجه تغضب ربنا، بس ما بيناديش بده. خلينا نكون صراحه، الاصل في الزواج الواحده، فربنا قال في القرآن: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. وظل الضغوط النهاردة اللي موجودة في العالم كله في حياتنا الاجتماعية، لو الواحد لقى زوجة صالحة أو الزوجة لقت زوج صالح يكتفوا ببعض، وربنا يعينهم على إقامة الأسرة وعلى تربية أولادهم وربنا يوفاهم. صحيح. طيب يا دكتور، عايزين نتوقف عند النقطة دي، إنه التعدد ليه قواعد منظمة طبعاً. الموضوع ما هوش مفتوح، الدين براء من مسألة إنه الدين يدعو إلى التعدد. لا خالص، يعني خلينا اكون صريح مع حضرتك، احنا النهارده عندنا ازمه اجتماعيه وعندنا نسبه طلاق زايده كتير قوي، يعني في عدد ملايين من المطلقين والمطلقات في الاثنين، في الرجال والنساء. ولكن النهارده يا جماعه خلينا نكون صراحه مع بعض، انت اتجوزت وعايز تتجوز ثاني، اختر زوجتك وعرفها واحترم رغبتها واحترم انوثتها واحترم غيرتها واحترم مستقبلها وقراراتها وهي مش تختار. كمان يا دكتور هو لابد من الاشهار في الزواج، فانت بتبقى مشهر للناس كلها ما عدا الزوجه الاولى. اكيد، بس خلينا اكون بقى يعني اقول لحضرتك بقى من واقع المجتمع، وده بيعرض علينا احنا كناس دعاء وكمان متخصصين في بعض المسائل الاسريه. النهارده ممكن زوجه تقبل ان هي تتجوز زوجه ثانيه وفي السر. طيب خلينا بس احنا بنتكلم دلوقتي على الزوجه الاولى، زي ما احنا طرحين القضيه، الزوجه الاولى قدامها حل من الاثنين: يا تكمل يا اما تطلب الطلاق، زي ما السيد المستشار اللي كان في المداخله من شويه بيقول القانون والشرع بيقولوا كده، هي من حقها. ولكن طبعا بيبقى فيه زي ما حضرتك قلت من شويه، انا هعدد ليه؟ لازم احط كلمه لماذا، علامه استفهام، عندي مشكله في الجواز الاول، في بعض عدم التفاهم، في اولاد وعايز احافظ عليهم، في حاجات في تفاصيل كتير. ومش عايزين يا جماعه ان ايه قصه التعدد والزواج الثاني ده عامه، لا، كل حاله لها ظروف، يعني ما ينفعش نقيس بمسطره واحده، لا، كل واحد في حياته الاسريه وحياته الشخصيه وحياته الاجتماعيه ليه ظروف، ممكن زوجه تقبل زوجه ما تقبلش، ولازم نحترم ده. لكن الاصل في الجواز زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا السكن واحترام الطرفين لبعض. احنا النهارده في مكلمه على قصه الاحوال الشخصيه وعلى قصه استقرار الاسره، خلينا اكون صريح مع حضرتك، ده احنا دلوقتي وصلنا للخلافات في الحقوق الزوجيه والزوج عليها ايه والزوج عليه ايه ومين ويعني وتؤجر على ما تفعل، وانه لا يعني دور الزوجه مش نرجع. هو ده والراجل مش عايز يشيل مسؤولياته. لا عايزين نرجع لعاداتنا وقيمنا ومبادئنا. خلينا اكون صادق مع حضرتك، احنا مش كلنا اتربينا في اسر فيها اب وام كان معاه عاملين شيرنج، مشاركه مع بعض، الاب ليه دور والام لها دور، عشان كده طلعت اجيال. واحنا برضو عايزين نخلي بالنا من اجيالنا والشباب الصغير اللي طالع ده يطلع سوي. والله انا حضرتك لسه خارج من حفل تكريم اوائل الثانويه العامه في مكان في محافظه محترمه،
فكل الطلبه وهم بيتكلموا عن التكريم ده، عملت بس لينك كده بين المداخله دلوقتي والاستاذه هند بتكلمنا عشان نعمل المداخله، وبين المداخلات بتاعت الشباب والبنات اللي سمعتها من اوائل الثانويه العامه، كل واحد منهم بيتكلم يقول لك ابويا وامي هم اللي كانوا داعمين ليا وهم اللي خلوا عندي اراده وصبر وهم اللي كانوا واقفين طبعا جنبي. الاسره ودعم الاسره هو ده اللي بيبني المجتمعات وبيبني العقول. عايزين ننادي ازاي نطلع اجيال سويه، اجيال صحيح. تنفع، اجيال تبني وتعمر، اجيال تنهض بالمجتمع وتنهض بالانسانيه. العالم بيتقدم واحنا مش عارفين بعد 5 سنين شكل العالم الكترونيا هيبقى عامل ازاي. لازم صحيح. ولادنا النهارده والاسر يجهزوا نفسهم للتقدم والحضاره والبناء الجديد ده اللي موجود في مصر واللي موجود في العالم كله، عشان ننشد التقدم وننشد الاستقرار والبناء واستشراف المستقبل. لكن الاسره هتستقر بصراحه لما كل واحد فينا يراعي ربنا مع الطرف الآخر ويكون صادق ويكون فيه وضوح. قبل ما نشرع قانون عايزين الناس تعرف ربنا بجد. القانون هينزل وحكم الحاكم يرفع الخلاف ومفيش مشكلة خالص، ولكن يا جماعة عايزين النهاردة تدخل القيم والمبادئ والخوف من ربنا ومراعاة ربنا في كل طرف من الاطراف، يخلي باله من الطرف الثاني. هو ده المنوط النهارده الوعي، والبيوت تملاها الموده والرحمه زي ما ديننا دعانا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور اسامه قبيل، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا دلوقتي. نروح مع حضراتكم فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان. يمكن كتير بنسمع كلمه ستارت اب وشركات ناشئه وشباب صغيرين يعملوا تطبيقات مثلا، اعتقد كل المواطنين بيتعرضوا بيستخدموا هذه التطبيقات، ونلاقي فجاه قصه نجاح كبيره وراها شباب صغيرين، ابتدت بفكره لشباب بعد كده اخذوا تمويل، بعد كده بنشوف نجاح لهذه التطبيقات ولهذه الشركات. طبعا ورا النجاح ده بيكون في تحديات كتيره والموضوع ما بيبقاش سهل، بيبداوا ازاي وايه اللي بيحصل ويعني ايه اصلا ستارت اب، ده اللي هنناقشه مع ضيوفنا النهارده في الاستوديو، دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، وايضا استاذ عمر البربري مؤسس احدى شركات رياده الاعمال في مجال تطبيقات التعليم وتطوير الطلاب. مساء الخير على حضراتكم، منورنا في التاسعه. طيب عايزين نبدا نبسط للناس الاول، يعني ايه شركه ناشئه او ستارت اب زي ما هو معروف؟ وزي ما كنت بقول احنا معظمنا نعرفها من تطبيقات بقينا بنتعامل معاها، ندفع بيها خدمه، يعني بتقدم خدمات للمواطنين. طيب هو طبعا في اختلاف كبير في ما بين الشركات التقليديه والشركات الستارت اب او الشركات اللي ما اعرفش بيسموها بالعربي ايه بقى، اللي هي الشركات الناشئه وفقا لمواصفات خاصه. وبالمناسبه مش معنى انه ستارت اب او شركات ناشئه انها الجزء الاكبر المشاع او المعروف عنها انها الشركات اللي بتستخدم تطبيقات صحيح. او اللي بتقوم على تطبيقات، بس مش معنى كده انه الستارت اب كلها تطبيقات. هو الابلكيشنز اللي بتستخدم دي مؤكد انها بتعمل اكسلريت او بتسرع نسبه الرواج واستخدام الخدمه دي. اخذن في الاعتبار انه الـ 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 الموضوع مختلف فيما بين الشركات التقليديه وشركات الستارت اب. الاختلافات بدايه انه الستارت اب عاده بيبقى عمل غير تقليدي، عمل مش معروف. والفكره بتبقى جديده، وعشان الفكره بتبقى جديده عاده بيبقى البيزنس موديل بتاعها لسه بيشكل. يعني لو شركه تقليديه البيزنس موديل بتاعها بيبقى معروف، نقدر نحدد تكاليفها، نقدر نحدد ايراداتها، نقدر نحدد ربحيتها، الكوست ريكفري هتسترد بعد فتره زمنيه قد ايه. لكن في حاله الستارت اب البيزنس موديل لسه بيعاد تكوينه او تشكيله وبيختلف من مشروع لاخر. والامر الثاني الاكثر اهميه وخطوره انه الشركات التقليديه البيزنس موديل بيبقى فيه نوع من الاستقرار، الفاينانشال ستراكشر او هيكل التمويل بتاعها تقريبا بيبقى تقليدي، عارفين هنجيبه منين، دوره العمل او دوره التشغيل هتاخد فتره زمنيه قد ايه، الارباح هتبقى شكلها عامل ازاي، نقدر نعمل بيزنس بلان بسهوله. في حاله الستارت اب الموضوع بيبقى مختلف لانه الفكره بتبقى مش تقليديه، الفاينانشال ستراكشر بيبقى غير تقليدي، في شغف، ربحية مش هي المعيار الأكثر أهمية. يعني المعيار الأكثر فيما يتعلق بالشركات التقليدية ربحية معيار ذو أهمية قصوى. في حالة الستارت اب مش ربحية بقدر ما هو البنتريشن ريت، أو اللي هو فكرة إلى أي مدى الشركة بتنمو.
وبيبقى بسرعه كبيره. يعني الشركات التقليديه اللي بتنمو ب 10 20 30% شركات الستارت اب ممكن تنمو بيبقى مش في بومينج فعلا بشكل كبير جدا، بومينج 1000% و2000%، وده بيعمل حاله مش بس حاله انه في فكره انه في مؤامره او في سوء نيه، لكن هو الفكره كلها عشان البيزنس موديل جديد. فعاده الشركات اللي بتنمو بمعدلات كبيره للغايه ما لم يكن الاداره عندها فيجن واضح احتمالات التعثر تبقى عاليه جدا. وهو ده اللي بيخلي عليه بعد كده نتكلم عن مساله الاداره دي لانه فيها تحديات كبيره. صحيح. ويمكن طبعا كلنا سمعنا عن الحاله اللي حصلت مؤخرا في احدى الشركات الناشئه، لكن خلينا نروح للاستاذ عمر وعايزه اعرف عن يعني مشروعك، تحكي لي اكتر ابتديته امتى، عدد الموظفين فيه، الفكره كانت فكره مين، احكي لي اكتر ازاي يعني قدرتوا ان انتوا تدخلوا السوق. مساء الخير الاول، وتسمحي لي اقول ان احنا شركه او بي ام للخدمات التعليميه، احنا بنشتغل بقالنا 10 سنين. كنا بنشتغل على هيئه مبادره في البدايه، والمبادره دي تحولت الى فريق عمل، فريق العمل تحول ان احنا نعمل ده كشركه. المبادرة كانت بتقوم ان هي بتعمل مجرد مؤتمر لارشاد طلاب المرحلة ما قبل الجامعية لدخول الجامعات، الاويرنس كامبينز اللي بتبقى المتعارف عليها. مرة واحدة بدأ الطالب يحس ان الطالب لا يقدر يدفع علشان يحضر حاجة زي كده، عايز يستفيد، بقى في نيد موجودة. فقلنا هنعمل او بي ام ايديوكيشن، علشان او بي ام هي اللي بتقدم ايه للناس شايفة انها محتاجة. بتقدم للطلبة المحتوى والنصائح والجلسات التعريفية والمؤتمرات اللي يقدر الطالب من خلال ان هو يستكشف ماذا بعد الثانوية العامة، من خلال دخول الجامعة، من خلال ان هو يعرف سوق العمل عامل ايه وتأهيله لده. النهاردة الطلاب مثلا بيبقى طالب عايز يدخل كلية طب على سبيل المثال، فهو محتاج ايه الكواليفيكيشنز وانا لسه في المدرسة علشان اوصل لده، ايه الحاجات اللي المفروض اعلي الريتس بتاعتي فيها، السكيلز. بنعمل ده عن طريق حاليا عندنا موبايل اب اسمه طالب اب. طالب اب ده بيقدم للطلاب كل حاجه مش بس التعليم، ان هو جايدنس هاب ده فيه منه جزئين، الكارير ان هو يعرف كل حاجه عن الكارير، بنعمله بروفيشنال اسسمنت، الطالب بيدخل يقول بيرد على الاجوبه المعينه، بنطلع له ايه الطرق اللي بعد كده في ريبورت كامل، ايه الطرق اللي بعد كده المفروض الاندستريز اللي انت المفروض تدخل عليها، مثلا الانترست بتاعتك موديك للفاين ارتس اللي هو فنون جميله، فنون تطبيقيه، عماره، الكلام ده كله. وبنبدا مع الطالب واحده واحده عن طريق الكونتنت الفيجوالز الموجوده سواء بقى البودكاست او طالب ووتش اللي هي الكورسز. بتوصلوا للطلبه ازاي؟ انه يمكن اعتقد انه من اول الحاجات اللي بتقابلكم هو التسويق. صحيح. وده فأفادنا فيه الخبره بقى اللي قبل كده كمبادره. احنا كنا زمان واحنا طلبه صغيرين وانا في المدرسه كنا اتحاد طلاب مدارس مصر، وبدانا نعرف الطلبه في المحافظات، وبدانا على العلاقه موجوده. وحاليا احنا عندنا من الامباسدرز 732 في جميع محافظات الجمهوريه. فالنهارده الماركتنج اللي بيبقى عقبه بالظبط 732 امباسدر سفير لاو بي ام داخل المحافظات داخل المدارس، والتعاون مع العديد من الجهات سواء الموجوده الجهات الحكوميه او الجهات الاخرى، قدرنا ان احنا نحقق السنه اللي فاتت بس 250,000 طالب مستفيد من الشغل بتاع الشركه بشكل عام. مؤخرا الاو بي ام دخل لها انفستمنت من نهضه مصر لريادة الأعمال، وهي شركة بالمناسبة شركة مصرية. والانفستمنت ده علشان نقوم بيه أكتر الموبايل أبليكيشن، عشان نوصل بيه للطلبة بشكل أكبر، ونقدر نقدم السيرفيس بطريقة سريعة للطلاب. يمكن مسألة التمويل على وجه التحديد للشركات الناشئة، احنا بنتكلم انها زيادة بنسبة 156% تقريبا عن عام 2020. مسألة التمويل وشروط التمويل، خليني أعود للدكتور هشام، التمويل للشركات الناشئة شروط والقواعد المنظمة لده، لأنه أكيد اللي جاي يحط فلوس ده عنده شروط ما لازم تنفذ داخل هذه الشركة، إدارة هذا التمويل، ويمكن ده اللي بيؤدي لحالات كثيرة زي اللي شفناها مؤخرا، وشفنا الجدل اللي كان دائر على إحدى الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي. بالتأكيد عنصر التمويل عنصر خطر قوي في حالة الستارت اب، لأنه هو بداية المشروع بدأ كفكرة مش محدد سلفا الفكرة دي هتروح بينا لحد فين، وبالتالي ممكن الشركة دي أفاقها تكون محدودة، وممكن أفاقها تكون متسعة وتنتشر مش بس محليا لكن إقليميا ودوليا. خلينا ناخد نموذج تاني هو الأكثر شهرة أو المعرفة لمعظم السادة المشاهدين
بالمقارنه مع المشروع اللي تحدث عليه الاستاذ هو اوبر يوكانيم، لان اوبر يوكانيم بدا برضو كستارت اب. هل حد كان متوقع انه قبل اوبر يوكانيم لما ينطلق هيبقى يصل لهذا المستوى؟ لا. وبالتالي هو بدايه اللائمين او اصحاب الفكره ما بيبقوش عارفين الكوره دي هتتحرك بيهم رايحه فين. وده اللي بيعمل تحدي فيما يتعلق زي ما اشرت للفاينانشال ستراكشر، هيك التمويل هيجي ازاي. فعاده الستارت اب ما بيبداش بواحد، يعني ممكن يبدا بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. فمبدئيا علشان هم مش بيبقوا عارفين بالظبط ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتعمل، زي ما قلت انه الموديل نفسه جديد. فعاده نقطه الخلاف الاوليه بتبتدي من قبل حتى ما المشروع ينطلق، انه طب احنا هنوزع الحصص ازاي، هنبتديها ازاي، الرؤيه يعني الخاصه بالمشروع. الرؤيه مش واضحه قوي. لما الرؤيه بتبتدي تتضح بنبتدي ندخل، طب هو بيواجههم تحدي خطير انه معدلات النمو غير طبيعيه امامهم، ماركت وغير متوقعه. يعني احنا برضو بنتكلم انه ما بين، اعتقد الاحصائيات بتقول ما بين عن كل 10 شركات شركه واحده هي اللي ممكن تنجح. صحيح. وبالمناسبه برضو يمكن من 30 سنه كان طبعا ده قبل اوبر يوكانيم، كان شركات الاتصالات الموبايل لما بدا كان نفس فكره الستارت اب. السوق الالكتروني كمان، ودي من اكتر الشركات اللي الناس بتتعامل معاها، مواقع يعني بتتعامل معاها المليارات يعني. وهي الصعوبه مش بس انه الموديل، البيزنس موديل ما بيبقاش واضح بالنسبه للقائمين على مشروعات الستارت اب، لكن كمان للاسف انه عاده بيبقى اطراف وجهات التمويل كمان بيبقى البيزنس موديل بالنسبه لهم مش واضح، واخص تحديدا القطاع المصرفي. يعني حتى كمان القطاع المصرفي ما بيبقاش عنده القدره الكافيه علشان يقدر يحدد احتياجات التمويل البيتيشن ريت او معدل الاختراق او معدل النمو المتوقع ليه، باعتبار ان احنا قلنا انه دي فكره جديده فما لهاش موديل، فلسه الموديل في مرحله التكوين. فهنا طبعا في مصادر وأوجه وبدائل للتمويل كتيرة جدا، بينها طبعا حقوق أصحاب الفكرة اللي ممكن بعض يكون أكثر جرأة أو بعض أكثر تحفظا فبيختلفوا فيما بينهم، فبيبتدي المشاكل من دي وان مشاكل حماية الحقوق الفكرية كل دي بقى لمالكين الشركة بنبتدي يعني ندخل فيها، وبعدين نبتدي ناخد تمويلات. هو كان في فيجن بالنسبه للبعض انه لا ده النمو هيبقى عالي جدا، في البعض بيبقى متحفظ، فتوزيع المهام وتوزيع الادوار فيما بين المساهمين. يعني خلينا نقول ان الستارت اب اللي عاده بيقوم على اكتر من شخص مشاكله بتبقى كبيره جدا، ودرجه انتشاره مهمه، لكن كمان بيبقى فيها مخاطر متعدده ومصادر، لأن مشاكلها تكتر كل ما المشروع هيكبر اكيد مشاكل الاداره، وبتكون ما بين مجلس اداره متعدد يعني ومصادر التمويل فاكيد ومصادر التمويل متعدده وتكاليف التمويل القدره على حساباتها بالتوازي مع احنا بيبقى عندنا الفاينانشال ستراكشر بيبقى عندي جانبين، فالى اي مدى اقدر احسب جانب الفاينانس وبالتوازي او بيخدم على جانب الانفستمنت. فالموديل بتاع الانفستمنت مش واضح، وبالتالي الستراكشر الفاينانشال ستراكشر كمان مش واضح، وبالتالي هو ده اللي بنبتدي نقول انه في حاجه مقلقه. وعشان كده مهم قوي ان الستارت اب يبقى مبدئيا المؤسسات المعنيه بالتنظيم والرقابه داخل الدوله لازم تبتدي تجهز نفسها مبكرا، ولازم الجوفرنس او قواعد الحوكمه توضع مسبقا، علشان مش بس علشان نحد من الهروب او خروج هذه الاموال في اطر غير شرعيه، لكن كمان عشان نضمن نجاح هذه الافكار، لانه الافكار دي لما بتنجح بتخدم بالتاكيد على قطاع عديد من المجتمع. احنا عندنا شركات الاتصالات بدات كده، اوبر وكريم بدا كده، فاحنا الهدف الاساسي لما احنا نقول ان احنا محتاجين الاجهزه التنظيميه والرقابيه تشتد تطبق governance بمراحل مبكرة علشان نضمن نجاح هذه المشروعات، لأنه بالتأكيد مهم جدا أنه هذه المشروعات تبدأ عندنا، لأن هي بالمناسبة لو ما بدأتش عندنا بتبدأ على الدول اللي حوالين. صحيح. وبالتالي مهم جدا ان احنا الناس نسبق مش بخطوه بخطوات، لانه لما بتبدا عندنا وننجح فيها بيبقى فرص النمو خارجيا كبيرة جدا، وبالتالي بيبقى احنا لينا السبق ولينا الريادة في هذا الأمر. بكل تأكيد دكتور هشام، يعني نعود ونكمل الحديث لكن بعد الفاصل، ونكمل الحديث أيضا معاك يا عمر. نروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل ونرجع بعد ونكمل، ابقوا دائما معنا.
بكم مشاهدينا ولسه مستمرين في الحديث عن الشركات الناشئه الستارت اب زي ما بتسمى ووجودها داخل السوق المصري والنمو السريع اللي حصل لكثير من هذه الشركات. اعود لضيفي استاذ عمر البربري، بما انك مؤسس لاحدى الشركات الناشئه، كنا بنتكلم عن المخاطر والتحديات اللي بتعدوا بيها علشان توصلوا لنفضل يعني موجودين في السوق لوقت طويل، نشتغل على الفكره اللي احنا اصلا يعني بدأنا المشروع علشان في النص ناس كتير بتنسى الفكرة والموضوع بيتحول لحاجة تانية بعيدة عن الفكرة اللي هم كانوا شغالين عنها، وده بطريقة أخرى بيخلي المشروع ما بينجحش زي ما احنا بنشوف نجاح بقى لمشاريع تانية كتيرة. انتوا عديتوا بإيه؟ طيب خليني أقول إن حاليا احنا بنواجه إيه وقبل كده كان إيه الموجود. زمان لما كنا نقول هنبدأ نعمل شركة معينة كنا ندور على فكرة جديدة، فكرة دي إزاي نعملها فاليديشن في السوق، هل هيبقى عندها نيد ولا لا. حاليا الموضوع بقى مختلف شوية، الناس بدأت تعتقد إن هو بكل سهولة أقدر أعمل شركة دلوقتي وأقدر أجري أروح أجيب تمويل وأقدر أعمل وأقدر عندها عن طريق مسرعة أعمال أو عن طريق الجهات الممولة، وده بيكون عندنا أزمة كبيرة قوي، بيكون إن في بعض القطاعات خلاص تشبعت بالستارت ابس الموجوده فيها، وبدا ان في شركات تتزعم القطاعات. عندنا شركات اللي بدات تتحول وهي من ابرز الشركات المصريه هي فوري، راحت بقت اي بي او حاليا. في بعض الشركات الاخرى بدات ان هي تتزعم في تروح اسواق اخرى، وللاسف الشديد في شركات بتتعامل علشان هو النهارده بدا ان هو يفكر في حاجه واحده بس، انا بياع شاطر، هاجي ابيع لحضرتك الايديا وانت حضرتك مستثمره وحضرتك هتحطي معايا الفلوس وابدا اشغل الفلوس بشكل خاطئ، وده اللي بيحطنا في الازمات اللي احنا بنسمع عنها. هو ان حاليا للاسف الشديد بقى اصبح وكان تاكيدا على كلام الدكتور ان لازم يبقى فيه على الاقل فاليديشن للناس اللي بتاسس الفكره دي. الفكره دي هل هي فعلا مناسبه للسوق ولا لا، ولا اي فكره محتاجينها ولا لا، محتاجينها ولا لا. ولازم نبدا نشوف الـ الزبون عامل ازاي، ولازم نبدا نشوف اصلا هل الفكره دي يعني في البدايه بتيجي تقول الاكزيت بلان ازاي، هنقفل يا هنكمل، هنبقى الشركه دي على طول والشركه دي تاخد شركات صغيره وتاخد اللي حواليها وتكبر، يا الشركه دي هتتباع لأماكن تانية. عندنا شركات في الإي كوميرس زي سوق شركة مصرية اتعمل عليها اكوزيشن بالظبط من أمازون، وهو ده نموذج من النماذج الناجحة. يا نبقى نروح زي ده، يا نبقى الشركة تفضل مكملة هي اللي سايقة السوق بتاعها ومكملة فيه. انما النهارده حاليا بدات اللي بيظهر حاليا بعض الشركات بدات تقول انا باخد تمويلات وتاخد تمويلات برقم معين، والصرف الخاطئ ده هو اللي ادى ان النهارده الشركات دي بيتم افلاسها. بمعنى ايه الصرف الخاطئ؟ يعني الاستغلال الخاطئ للتمويل من وجهه نظرك ايه هو؟ الاستغلال هو التمويل ده لما احنا بنروح نقول لحضرتك احنا محتاجين تمويل بنحط بنود، هو بنود منها بند التوسع، بند ان احنا هنكبر التيم، بند ان احنا هنعمل سيرفيسز مختلفه. ممكن اكون انا مش جاهز دلوقتي يعني ده قصدك؟ بنحط بنود واحنا منش على درايه احنا فعلا هنصرف في البنود دي ولا لا، فبنروح بدل ما نودي الانفستمنت كله في ان احنا نطور البرودكت ونفل الجاب اللي موجود في النيد، لا بدنا نروح نعلي سالاريز التيم اللي هو ممكن ما يبقاش اصلا تيم كويس، بس احنا خلاص خدنا تيم معين زي ما حصل في بعض الشركات الازمه الكبيره اللي هو النهارده بدا ان هو يجيب تيم بثلاث اضعاف او اربع اضعاف اسعار السوق، واللي حصل ازمه اكبر ان الموظفين دولت يعتبروا كده خلينا نقول تشردوا. ان الموظف ده النهارده خرج من الجامعه بدا ان هو بياخد المفروض ياخد 3 4000 جنيه بقى ياخد 10000 جنيه، فالنهارده الموظف ده اتعود 3 سنين ولا حاجه على ده في فاليو غير واضح، وللاسف الشديد اللي بيؤدي الى فشل الستارت ابس هو التقييمات الخاطئه. يعني يمكن عندنا في قطاع التعليم الموضوع شويه محكوم في مين اللي بيدي فلوس في قطاع التعليم او بيحط يستثمر في قطاع التعليم، في الموضوع محكوم. وده سؤال بالنسبه لي، يعني عايز اعرف اكبر مصادر التمويل بالنسبه لكم حاليا. احنا لما قمنا في البدايه من سنتين لما اسسنا الشركه قمنا على ان احنا نقدم البرودكت، وبدا ان البرودكت ده يجيب ريفينيو لحد ما وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نتوسع او نسرع بشكل اكبر، فان احنا اتكلمنا من مين بقى؟ نعم او اتكلمنا كذا جهه، ومن الجهات اللي قعدت معانا اللي هي مثلا نهضه مصر، ونهضه مصر بتيجي تقول لك او ايا كان الفينشر كابيتال او الاكسلريتور او الجهه اللي بتديك التمويل تقعد معاك فتره معينه تعمل زي معايشه كده مع الشركه، بنعرف الفاينانشالز رايحه فين، الفلوس جايه منين، طب انت هتكبر ازاي، طب هتروح ازاي، وبعض الاسئله اللي بتحط. العامل والفيصل في الموضوع ده كله هو الرقابه يا فندم. الرقابه على
من كمان جهات التمويل. هل جهات التمويل ما كانتش تعرف الرقم اللي اتاخد من كام شهر ده اللي اتقال ان هو خرج بره او دخل جوه؟ هل الناس مش عارفة ان الرقم ده او محدش بيراقب الارقام دي راحت فين او جات منين؟ ما هو ده السؤال، ان في تمويلات بتدخل ما احناش عارفين التمويلات دي بتصرف في ايه، فبيلوموا على الستارت اب. وفي نفس الوقت طب ما انت دورك الرقابي، انت بتديني فلوس دي علشان اقوم الايديا، وانت اللي عندك خبره اكتر. النهارده الفينشر كابيتالز او الجهات المموله بشكل عام بتدي استثمارات مش بس لشركه واحده، ل 10 15 شركه 20 شركه في نفس القطاع او قطاعات مختلفه. لكن يمكن يبقى يعني الالتزام بالضوابط المحدده لهذا الاستثمار، ويمكن ده دكتور كنت حضرتك بتتحدث عنه بالزبط. مساله الاداره داخل الشركات الناشئه، وان ده ممكن يعمل جزء كبير من المشاكل اللي بنسمعها. مبدئيا علشان ما نتخضش، طبيعي انه يبقى الستارت اب نسب التعثر فيه عاليه. اخذا في الاعتبار انه احنا عندنا كمان ثقافه داخل مصر، المشروع اللي بينجح فنلاقي 100 مشروع عضو داخليه. ودي الحقيقه نقلب نفس الفكره يعني بدون ابداع، ودي الحقيقه حاجه خطر جدا. يعني احنا المصريين بيجتهدوا ان هم الحقيقه ايه يدخلوا في مراحل تعثر مبكر. فمنطقي انه حالات التعثر في المشروعات الستارت اب هتكون كبيره. لكن كمان زي ما كنت بقول انه الموديل نفسه مش واضح للقائمين على مشروع، كمان الموديل مش واضح لا بالنسبه لجهات التمويل ولا بالنسبه للهيئات التنظيميه الرقابيه. وعليه محتاجين انه الكل يجتهد في اطار انه نحافظ على مشروعات الستارت اب انها تكون بتلعب دور مهم في الاقتصاد، وتلعب مرحله مهمه في نقل الاقتصاد المصري، انه احنا بالفعل نكون لنا حق رياده في المنطقه بالافكار الجديده. فاللي انا متخوف منه انه حالات التعثر لما بتزيد، ومش بيبقى تعثر بأسباب إدارية بقدر ما هو تعثر نتيجة أمور أخرى، فده قد يسيء لفكرة المشروع نفسه. الستارت اب ممكن يقضى عليها وتذهب لمناطق أخرى حوالينا في المنطقة. صحيح. بسبب أنه في سوء، مش سوء إدارة لكن سوء نية. فإحنا محتاجين أنه الكل يجتهد، اللي هيقوموا على مشروعات الستارت اب يجتهدوا، جهات التمويل تجتهد، والأجهزة أو الهيئات التنظيمية الرقابية تجتهد. وفكرة المغامرة طبيعي هتكون موجودة لكن بنسب. زي ما أنا قلت أنه نجتهد فيه، نجتهد أنه أنا عندي في المشروع التقليدي أقدر أحدد والله في صناعة ما، في 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 سكيل ما اقدر احدد انه المرتبات والاجور اللي كان بيتكلم عليها الاستاذ عمرو هي نسبه ما من اجمالي التكاليف. نجتهد انه نقول انه في حاله مشروعات الستارت اب، ودي هتختلف هتتباين فيما بين كل مشروعات الستارت اب، انه النسبه دي تكون كام؟ يعني يعني اللي بيقوموا على مشروعات الستارت اب الالتزام بالقواعد المنظمه، علشان ما نبداش بسكيل مرتبات مثلا 3000 وبعدين نقفز 10000، ده في حد ذاته ممكن يكون سبب يعني مشكله بالفاليو زي ما ده ممكن يهد المشروع ككل. فعشان كده احنا بنقول نجتهد في ايه؟ نجتهد انه القائمين على البيزنس المعنيين بالاداره لازم يجتهدوا انه ينجح الفكره، ينجح المشروع وينجح مناخ الاستثمار في مشروعات الستارت اب. حديث مستمر دكتور، بالنسبه لجهات التمويل والهيئات التنظيميه، يعني حديث مستمر عن مشاريع الستارت اب في مصر. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ عمر البربري، مؤسس احدى الشركات المتخصصه في تطبيقات التعليم، ودكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار، منورنا النهارده في التاسعه. شكرا جزيلا على وجودكم معانا. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، دمتم دايما بخير.